أنا دكتورة سامية أبو ريا، استشاري أمراض وزرع الكلى. أنا دفعة قديمة قوي، يعني أنا أول واحدة في مصر اشتغلت زرع كلى. كان أول حالة عملناها في القصر العيني يوم 6 أكتوبر 1976. طبعاً الناس الأساسية اللي هي كانت مؤسسة الكلام ده كنا إحنا وجامعة المنصورة. كان معنا الدكتور محمد غدين ربنا يديله الصحة، وكان معنا القصر العيني كان الدكتور عبد المنعم حسب الله والدكتور محمد صفوت والدكتور رشاد برسوم. فدول الناس اللي كنا بنشتغل مع بعض احنا والمنصورة. بس هو احقاقا الحق طبعا هو المنصورة زرعوا قبلينا ب6 شهور، هم زرعوا في مارس واحنا زرعنا في اكتوبر 76. كان يوم 6/10 بالظبط، يعني كان يوم 4/6/10 عشان كان يوم اجازة تبقى المستشفى هادية وما فيش تلوث وحاجات كده يعني. فانا من ساعتها بقى كنت لسه نايب في القصر العيني، لسه مستلمة نيابة جديدة. من ساعتها بقى انا بشتغل زرع كلى بس. يعني it's marvelous, very well organized. The topics are covering everything. Well organized, the speakers, the organization, الشركة المنظمة، شركات الأدوية، بصراحة كله كويس قوي يعني ما شاء الله. This year I'm going to present directed to the nursing staff in the nursing education about the post-operative or the early care of the patient after transplantation. يعني ال early care دي اللي هي هتنكلود من اول ما العيان يخش المستشفى لغايه ما يخرج ولغايه اخر الشهرين، دي بنسميها ال early period. وفي حد بقى من الزملاء يكمل التحضير والليت post-operative اللي هو بعد كده يعني، انما الحته بتاعتي اللي هتكلم عليها هي ال early، من اول ما العيان بيخش المستشفى لغايه ما يخرج لغايه اخر الشهرين. Thank you.